معنا عبر الهاتف من الرياضة الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي لدى الأمم المتحدة. مرحبا بك معنا دكتور باسم. دعني أبدأ معك خطوة بخطوة. ما هو البيتكوين وكيف يتم تداوله في الأسواق؟ أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ أحمد. مرحبا. أهلا وسهلا بمشاهديك الكرام. نعم، بداية البيتكوين كما يسمع الجميع عنها هي عملة رقمية، أو لنقل أنها عملة وهمية، عملة افتراضية لا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة لأي جهة إشرافية أو من قبل أي جهة إشرافية معلومة. من يصدرها إذن؟ هي في الواقع، نعم، في الواقع هي من اختراع وتصميم شخص مجهول الهوية سمعنا به مؤخرا يسمى ساتوشي ناكاموتو. هذا الرجل هو اللي اخترع هذه العملة، وهي عملة مشفرة trapped currency، يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، وتقيم أيضا بالدولار واليورو. ولعلنا نتذكر تشترى وتباع أونلاين. نعم، تشترى وتباع. نعم، نعم. تشترى وتباع. ويمكن أن استخدامها أم مثل البورصة، يعني يمكنني أن أشتري ببيتكوين أي قطعة أنا أود أن أشتريها عن طريق الأونلاين؟ نعم، يمكن ذلك. ولكن يمكن ذلك. لنرجع للتأصيل، التأصيل الأساسي أو التأصيل النظري لهذا المفهوم يرجع إلى قيمة أو مفهوم العملة كأساس للتبادل. أي عملة في الدنيا، أي عملة نقدية في الدنيا تقوم على ما يفهم بالقبول العام أو ما يسمى بالقبول العام للتبادل من قبل الأطراف المتعاملين. فلو اتفقت أنا والأستاذ أحمد على أن مادة ما أو عنصرا ما أو ليكن شيئا ما هو وسيط للتبادل بيننا وقبلناه سويا، أصبح عملة، يعني أصبح عملة للتبادل. ولعل القبول الواسع لهذه العملة مؤخرا والتهافت على اقتنائها هو ما جعل لها سعرا وجعلها تقفز هذه القفزات الجنونية التي يعني قفزات كبيرة جدا. كم كان سعر عملة البيتكوين إذا ما رجعنا كم شهر إلى الوراء؟ في بداية 2017 كانت لا تتجاوز $1,000، ثم انهارت فجأة إلى 400، ثم 200، ثم عودت مرة أخرى القفز بهذا الشكل الجنوني الذي إلى أن وصلت إلى عتبة $11,000. صحيح، $11,000. صحيح، من أيام قليل. ويتوقع مع زيادة الطلب وزيادة التهافت من قبل المتعاملين على هذا النوع من المخاطرة، دعني نسميها ما بين قوسين، إلى أن يزيد قيمتها أكثر وأكثر، نظرا لأن الافتراض الرئيسي الذي تقوم عليه أنها محدودة الحجم بطبيعتها، محدودة الإصدار. نتحدث الآن عن دكتور باسم، وصفوا هذا الارتفاع يعني الغير مسبوق لعملة البيتكوين مختصون ماليون بأنه ربما فقاعة، وحذروا أيضا من استخدامه. ما رأيك بهذا الموضوع؟ دعنا نقول أولا أن الأساس في أي عملة القبول العام، فإذا قبلت قبولا عاما سيضع هذا الأمر البنوك المركزية كافة وكل المتعاملين في نظام النقد العالمي في حرج شديد. المصدرون والقائمون على البيتكوين في الأساس قالوا أن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول يمكن في أول مرة سنة 2009 هو تغيير الاقتصاد العالمي النقدي، تغيير الاقتصاد، تغيير الطريقة التي يتم بها عمليات التداول النقدي، وذلك من خلال استخدام الويب واستخدام أساليب خلينا نقول مشفرة أو مكودة، ويمكن استخدامها إذا كعملة أخرى للشراء. لا يوجد رقابة عليها باختصار، يعني لا يوجد، ربما لا يعرف يعرف مصدرها، وهذا يفتح الباب واسعا. يعني هي موضوع أخطر ربما إذا أخذناه قانونيا من موضوع تبييض الأموال. صحيح؟ صحيح، أو نقلها الغير مشروع عبر الحدود. نعم، فعلى الرغم من إيجابيات البيتكوين كالرسوم المنخفضة، كسرعة إنجاز العمليات، كالسرية، وهذا أمر في غاية الأهمية، كالانتشار العالمي الواسع، إلا أن قضية عدم التتبع أو كونها أنتريسبل أو فكرة الأنتريسبيليتي التي تتصل بها هذه العملة يجعلنا في أمام عدة تحديات، أبرزها هل سنسمع لاحقا عن تمويلات لعمليات ما، لتجارات ممنوعة في السلاح، في المخدرات، في الدعارة، في الأنشطة غير القانونية، وتقوم على تمويلها هذا النوع من الأنشطة النقدية، أم أن النظام العالمي النقدي إرهاب ربما. نعم، طب دعني أسألك باختصار، تداول بيتكوين قانوني أم غير قانوني دكتور باسم؟ يجيب على ذلك القانونيين، ولكن دعنا نتحدث من وجهة النظر الاقتصادية. أنا غير معروف. أزعم طيب. أن خطر اقتصاديا، خطر تداولها أم يعني الموضوع آمن اقتصاديا؟ للمستخدمين وحائز البيتكوين آمن تماما، والدليل على ذلك هم أنهم يشعرون بالأمان في اقتنائها، بل ويسألني الكثيرين
أو الكثيرون ممن يثقون فيه، كيف لي أن أحصل على منصة تداول موثوق فيها لأحصل فيها على البيتكوين؟ أما بالنسبة للحكومات لا، هو تحدي حقيقي وتحدي يفقد البنك المركزي ويفقد الدولار في حد ذاته كوسيط للتبادل الدولي مكانته، ويجعلنا أمام هذا. نعم. بنظرة مستقبلية وباختصار لو سمحت دكتور باسم، هل هناك مستقبل للعملات الإلكترونية؟ طبعا بيتكوين هي إحدى العملات الأكثرها شهرة، هناك عملات أخرى أيضا، هل ربما سنشهد فترة زمنية تنتهي فيها العملة الورقية الملموسة باليد وتتحول حياتنا إلى بيتكوين؟ نعم تماما، وأؤكد أن هذه هي الإجابة المباشرة المختصرة، وأنا أرى أن المستقبل لهذه العملات بشرط إيجاد منصات للتداول قانونية وإيجاد نوع من أنواع القبول الحكومي، القبول الرسمي، القبول. نظرتك إيجابية للموضوع. نعم، أشكرك جزيلا الشكر دكتور باسم حشاد الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي في الأمم المتحدة، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياض.